وين المكان سكناه يعني. لا خان يونس. احنا اليوم يعني في قسم الحضانه يعني الشغل عندنا تضاعف بتقدر نقول بسبب هجر بسبب نزوح السكان اهلنا في الشمال الى الجنوب، وغير ذلك انه كثير من الستات الحوامل في ظل هالظروف الصعبه هذه في ظل الحرب والستريس اللي بتعرض له، ففي زياده ملحوظه في عدد الحالات المبكره الولادات المبكره. كل شغلنا يعتمد على الكهرباء، كل الاجهزه الموجوده امامكم هذه تعتمد على الكهرباء، في ظل عدم وجود التيار الكهربي سوف تتوقف هذه الاجهزه. صار قصف هناك هددونا، ومع الطلعة بالليل صار معي طلق مبكر ودخلوني لغرفة العمليات، بس ما كانش يعني في إجراءات الولادة الصحيحة، ما كانش متوفر البنج ولا مسكنات ولا إشي. والحمد لله اليوم طلع الولد من الحضانة وخلف التوأم وضايل بنوتة لسه طايلة بالحضانة. والله مستقبل مرعب للأمانة، لأنه مش حتى الآن مش متوفر لهم لا مكان ولا أغراض ولا لبس، ومهم حال الزراعة. تقريبا ما إلنا مكان نروح فيه، احنا شبه مقيمين في المستشفى، بناكل ونشرب وننام هان، ما إلنا أي مكان في نروح عليه، وخايفة على بنتك كأي خوف في أي أم في كل قطاع غزة معرضة للخطر، ما في أي مكان آمن، ما في أي مكان نروح نطمن عليه نقعد فيه، ما فيش مستقبل لأطفال غزة نهائيا في ظل هذه الحرب. بتمنى إنه الحرب تخلص ونرجع نعيش بسلام.